حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. في المحاضرة اليوم راح نتكلم تحت العنوان Displaying the number of links in the document، هنحاول نحسب عدد اللينكات اللي موجودة في الوثيقة أو في المسند بتاع HTML بتاعه. تمام؟ أوكي، عندنا بوتون، البوتون ده هو لما نضغط عليه هيشغل لنا حاجة اسمها My Function. الفانكشن ديت هي اللي هنكتب فيها الأمر الخاص بحساب عدد اللينكات اللي موجودة في المسند. والـ H1 ده اللي واخد الـ ID Heading هو اللي هو الوسيط اللي من خلاله هيتم عرض العدد ده. تمام؟ وبعدين عشان نجربها عندنا لينك 2 3 4 5 لينكات. تمام، جاهزين علشان نشغل الفانكشن دي او مجرد ما نضغط على الزرار الفانكشن دي راح تشتغل. تمام، هنبدا القصه بان احنا عايزين ننده على المستند. يا مستند مالك دوت جيت اليمنت باي اي دي، هننادي على عنصر بالاي دي. فين العنصر اللي انت عايزه؟ بيكون عباره عن العنصر هيدنج. تمام كده، يعني انت بتنادي بتقول يا مستند انا عايز العنصر اللي واخد الاي دي هيدنج. فماشي اللي هو انت عايز الاتش 1. طيب عايز ايه من الاتش 1؟ انا عايز عدد الروابط تتكتب باستخدام ال H1. تمام كده، فعشان كده كنت هقول له دوت انر HTML. يبقى انا عايز ال H1 هو اللي يكتب لي العدد 3 2 4 5 وهكذا. جميل، خلاص اوكي. طيب العدد ده نجيبه ازاي؟ العدد ده في الاول مش مسؤول، او احنا كده نجيبها بالتسلسل، مش نمبر ان ذا دوكيومنت، مش موجود في الدوكيومنت كله. جميل، يبقى ننده على مين؟ هنروح ندهن على الدوكيومنت كله. جميل، دوت انت عايز تجيب ايه؟ عايز تجيب اللينكات. يبقى ايه؟ يبقى دوت لينكس دوت. عايز تجيب ايه؟ عايز تجيب طولها، يبقى دوت لينجث. هو طبعا الكلام مش يعني مش تخمين لينجث، لا الكلام مش تخمين يا جماعه، هو الكلام كده كده محجوز في الدوم. احنا بس بنحاول ايه نستعيض الحاجات اللي احنا ربما ما قلناهاش، لان مساله الدوم طبعا ايه كبيره جدا وفيها ميثودز كتير وفيها امور جدا مختلفه. انا عملت كنترول اس كده ورحت للصفحه بتاعي وعملت ريفريش، عندي لينك 2 3 4 5 وعملت كليك هيقول لي 5. رحت مثلا على ملف اتش تي ام ال ورحت شايل مثلا 3 وعملت كنترول اس ورجعت هنا عملت شو، هيقول لي 2، وده العدد الفعلي.